ثلاثه بتعرفيهم، ادهم وزهري، رح بيناموا عنا كام ليله اذا ما عندك مانع. اهلا وسهلا سامر، تعا وسطك. ادهم الله يوفقك، نحن بيت الزلمه شبك. شو قصدك يعني؟ يعني هالابتسامات وهالنظرات اللي بنطلع عم يبلاها، يعني اذا انتبه عليك سامي بتتدابح انت وياه، بعدين هي الصغيره اختر فينا شبك. لك انت فكرني بالاخلاولة. اخي اخلاقك احسن مني، بس انا حبيت نبهك. لك بتعرف بس لو ما كنا هلا بيت الجماعه، لك كنت. لك اخي خلاص اغلطنا منك سمح، منيح هيك؟ شبكي حبيبتي اذا متضايقه لانه حيناموا هون، خلاص ما بيناموا هون. سامر مو هي القصه. لك شو القصه انت بعدين؟ ليش ملبكه؟ نوال بنت عمو ابو يزن كانت تحب رامز. تحبوا يا رامز الفرة؟ هو كان يحبها، كانوا متفقين يتجوزوا. ايه وقدرت نوال انه بده يتجوز ماما. انت قلتي لها؟ ما كنت بعرف انها بتحبه. عم بقول لخالي ام يزن انه ماما اليوم عرسها، قامت سالتني مين العريس؟ قلت لها جارنا رامز الفرة. هي نوال سمعت هالكلام صفرت وداق نفسها وغوطنت، كانوا حياخذوها على المستشفى. وامك بتعرف انه رامز ونوال كانوا بيحبوا بعضهم؟ شو بعرفني؟ صحيح، لانه هيك كلام ما بينحكى لا الك ولا الي. رامز ملعب، امك وقعت بين ايدين واحد ملعب. حاول ما تهرب، خلينا نستنى شوي لتشوف الساعه. أشر لك تفاحة حبيبي. لا شكرا يا بش. روح غسل إيدك. Holy fucking shit! What? Go on kids. Get on the bus. Go on. إنه نضل قاعدين هيك بدون ما نعمل شيء ما بصير. يا سامر نحن شو فينا نعمل وما عملنا يعني؟ أخي ما بعرف بس لازم نطمن عليه. أخي أنا عندي حل. هلأ الشرطة بتكون بلغت أهل عماد، نحمل حالنا أنا وياك منروح على حارة عماد، من راقب من بعيد لبعيد بدون ما حدا يعرف إنه نحن رفقاته. أخي ما حكينا هالحكي وأخوك زهدي قال. أخي زهدي ما حيروح معنا، زهدي حيروح على بيتنا، حيراقب من هنيك، حيشوف إذا الشرطة هنيك عم تراقب أو إذا داهمت البيت ولا لا. معقول؟ شو زهدي؟ ماشي ماشي خلاص أخي، بكرة بعمل فتلة قدام البيت الله يستر. أمي أمي وصلت. شو بدك تعمل؟ حبيبي شو بكي خايفة؟ نحن بس حنخليهم يشوفونا، أنت بتوقفي قدام الباب، بس إنك شيك بتفوتي لجوا وبتردي الباب وراكي دغري على الغرفة. الله يوفقك لا تزعجون. خلص يا حبيبتي ما حأعمل لهم شيء، يلا يلا بسرعة. لحظة فوتي لجوا. فوتي لجوا قبل ما تختلوا بحالكم. في عندي كلمتين بدي اقولهم. سامر طبهم وفوت على البيت.
الكلام مو إليك، الكلام لعريس الهنا. سامر، عمو سامر بيتأجروا معك لبكرة الصبح؟ ما بينفع، لأنه ما في أحلى من الكلام وقت بيكون تازة عمو. تفضل. نوال بنت أم يزن، تعرفها شي يا عمو رامز؟ نوال اليوم كانت رح تنتحر لأنه تركها وتزوج واحدة غيرها. انت شو عم تحكي؟ انا عم بحكي عن نوال، نوال اللي ابوها لقطكم سوا بالكافيتيريا واللي كنت واعدها بالزواج. والله عيب، يعني عيب يا عمو رامز الواحد يكون بوشين وبعد بين بنات الناس مو لعبه. بجد خلينا نفوت على بيتنا. لا لحظه قبل ما تفوتوا على بيتكم، ماما بتحبي تفوتي على بيتك تنامي مع ابنك وبنتك ولا بتحبي تفوتي على بيتك؟ ما تحكي رامز، ليش سكت قدامه؟ معقول ما رديت عليه ولا بكلمة؟ معناها كل شيء قاله سامر صحيح. حبيبتي طولي بالك هلا وعدي. لا تلمسني بنوم. كمان انت ما بصير تاخدي موقف قبل ما تفهمي. لسه في شيء بدي افهمه يا رامز. نوال، نوال يا رامز، انا اصلا كنت شاكة فيكم. بتتذكر وقت قلت لك انه هي البنت لتعطيها وش لانه لساتها صغيرة؟ لك مو انا، مو انا، هي اللي دابقتني، هي اللي مصره انه تحبني وما حلت عني لا اخذت مني موعد بالكافتيريا. بالكافتيريا؟ الله وكيلك مره واحده. ليش الكذب؟ مرتين وهي تقول لي خطبني وانا الا ما بقدر، اصلا اهلي ما رح يوافقوا، واكثر من مره قلت لها انه ما بحبها وتلاقي حدا غيري، بس هي بدك مين يفهم. لو ما كنت منيها مثل ما قال سامر ما كانت علقت فيك. لا منيتها ولا ضرها بالصخن، بس هي المتوهمه انه انا اللي بدي اياها. صحيح ابوها شافكم بالكافتيريا؟ ايه نعم، ومن وقتها قلت لها لا بدي اشوفها ولا بدي اسمع صوتها، وفعلا هذا اللي صار، لا عاد شفتها ولا عاد سمعت صوتها. اذا شافكم ابوها معناها كل العائله دريت. انا هلا كيف بدي فرجيهم وشي لبيت ابو يزن؟ وليش تتورجيهم وشي؟ هن من عندهم ونحن من عندنا، واذا قالوا عندنا شيء يجوا ياخذوه. انت بتعرف شو عملت فيي هلا؟ ما عملت شيء، شو عملت؟ اقل شيء رح يقولوا اني خطفتك من بنته. يا رجاء الله يخليكي لا تكبري المساله. لا تلمسني. وين غرفه النوم؟ ليك من هون. شو الظاهر نعست؟ لا ما نعست، اسمع حبيتك تنامي لحالك. ايوه حبيت تسليني قبل ما نام. برافو عليكي شاطره. شلون اصبعتك؟ ما بشي، لا تهك لي هم. شلون هيك جرحت حالك؟ كيف الواحد يجرح حاله يعني؟ قصدًا؟ ايه وقت بيكون عقله مو معه كانه عم يجرح حاله قصدًا. بتكون مع عريسة هلأ ما؟ أميرة الله يخليكي لا تبلشي وخلينا رايقين. رايقين؟ ليش وين الرواق؟ كل يومك وانت حاطط العادة وقاعد. أختي أنا مقرر أني ما عصب وما خاني ولا علي صوتي منيح هيك. هلأ معقول انت مكركب كل هالكركبة لأنه طريقتك تزوجت؟ لك مو لأنه تزوجت يا فهيمة، لأنه ولادي رح يبقوا لحالهم. لا والله، لأنه مو هاين عليك تتزوج واحد بعدك. وإذا مو هاين علي كمان مشان الأولاد. أولادك؟ ليش أنت كتير مهتم لأولادك؟ كنت ما تزوجت وتركتهم. الحق ما بيزعل عصام. هلأ أنت مانك ناوي تمضي هالليل على خير؟ أنا مو ناوي أعيش مخدوعة. اعترف أنك لساتك بتحبها. يا ستي إيه لساتني بحبها وروحي بلطي البحر. ها هاي بدايته، ساكنين بالطابة الثانية على اليمين. خيو في سمان بتم الحارة، امشي روح نستفسر منه اذا في شيء. لك يا حبيبي هذا سمان شو بعرفه يعني؟ لك ما في سمان بالحارة الا ما بيعرف كل شيء عن سكانه. اسمع لك هلا صار وقت انصراف المدارس، عماد في عنده اخ صغير اسمه كريم، بس لا يطلع بنمسكه بنسأله.
اخي مو انت بتساله، هذا بيعرفك، انا بساله. مشي، كثير كلام حلو. والظاهر انه في حدا بنايته ميت. ها سامير، خلينا نستنى اخوه بعيد عن هون لحظة شوي.